هل تقرير مؤشر السلام العالمي عادل؟ عنوان مقال نشره الكاتب كامل الخطي في موقع صبرا نيوز في 22 يوليو الجاري، يسلط الضوء على تقرير مؤشر السلام العالمي لعام 2020 الذي يتضمن قائمة لتصنيف جميع دول العالم. التقرير الذي يصدر عن معهد السلام في سيدني الأسترالية كل عام يقوم على 24 عنصراً في تصنيف الدول، أهمها عدد الحروب وعدد الوفيات الناجمة عن ذلك ومستوى الصراعات الداخلية في الدول والعلاقة مع البلدان المجاورة. مقال الخط يتساءل بالتحديد عن المنهج الذي استخدمه التصنيف لإدراج المملكة العربية السعودية ضمن مجموعة الدول منخفضة السلام، فالسعودية لا يوجد على ترابها أي صراع داخلي وتخلو من الميليشيات، وتتسم علاقتها مع دول الجوار بالمتانة، أمر يحتاج إلى المزيد من البحث. الخط حاول التعرف على رئيس مجلس إدارة المعهد ستيف كيلليان، فوجده أحد أعضاء نادي مدريد، وهو تجمع دولي تأسس في العاصمة الإسبانية عام 2001، ويضم في عضويته العشرات من رؤساء الدول والحكومات السابقين. لكن الكاتب لاحظ تزايد سياسي الحزب الديمقراطي بين أعضاء نادي مدريد، فيما غاب الأعضاء الجمهوريون عن النادي الإسباني في وقت يجد فيه متتبع تاريخ العلاقات الأمريكية السعودية أن فترات الحكم الجمهوري تعني مزيداً من التعاون بين واشنطن والرياض، والعكس صحيح عند وصول الديمقراطيين للمكتب البيضاوي. الاستنتاج الأخير للكاتب يشير إلى أن مروج الديمقراطية الغربية لن يجد وسيلة لتقويض محور الاعتدال العربي غير تقويض قيمة المملكة العربية السعودية، ليختتم المقال بتأكيد قناعته بعدم عدالة تقرير السلام العالمي.